اللي بقول ان المصري هو اللي هيكسب وهتشوفه. ايوه يا جدعان، بس المصري اليومين دول مش في حالته. المصري هيكسب الاهلي وفرق 3 جوان. يا عم طب قول فرق جون. لا فرق 3، والرهان واللي عايز يراهن. الجنيه من العشرة. سيد انت كل مره بتقول كده وانا اللي باكل العلقه على قفايا. اسكت يا جدع انت وهو. مصري مين اللي يكسب الاهلي ده؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ جاسوس اهلاوي من جيش العدو. بصوا بقى، كل مرحله ليها مفرداتها وتوجهاتها وبنيتها الاساسيه اللي لازم نتفق على ملامحها مع بعض من دلوقتي. انا جاهز وحنفوز. ضغط ثنائي يسلمها لكريم العراقي، ادي تقدم وادي تسديده حلوه. جول المكان مميز بالنسبه له. العبيش انا جول جول. اي حاجه يشيل تاني تتلعب. خطيره خطيره خطيره. اوه اوه جول. قولوا لي كام بس الزمن عشان ارجع في الزمن. عين عليك يا قلبي اهي تحدى علينا العشيين. ويلا اللي حبي دي لا تميل ما بقيتش داري صحي من حسين في دم وكسري بقيل. ارفع الشاسه كبير دخيل قصري من البساتين. دخيل قصري من البساتين. صلى بس المر الفين عايزين وياك الحس حنين. تخيل تشد طريق وانت انت اللي حصل في الماضي وده مر هبص قصادي. 30 في المية حمام 20 في المية عجيبة عالية في جد البن عالية في الدرد البن واخلي دماغي سليمة بلا حب وشرب ونيلة دلوقتي انا هبدي القيمة. انا كان حلمي بقى وشي ناطر يوم وقت عيش. انا قول خليك احكي عنينا ونقول محدش قاسينا في البروبلم اننا.